الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بدأ المصريون في الخارج التصويت في الانتخابات الرئاسية في العديد من الدول حول العالم مثل نيوزيلندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية والصين وماليزيا وسنغافورة وتايوان والهند. يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني في الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر من 9 صباحا وحتى 9 مساء وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أن غرفة العمليات المركزية المشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية بدأت عملها اعتبارا من 10 من مساء الأمس مع انطلاق عملية الاقتراع في نيوزيلندا أولى الدول التي بدأ فيها التصويت الانتخابي. يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الشق الرئاسي للدورة 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28. وكان الرئيس السيسي قد وصل أمس إلى الإمارات للمشاركة في المؤتمر تلبية لدعوة شقيقه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس السيسي سيركز خلال أعمال قمة دبي على جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف على مدار العام الماضي انطلاقا من قمة شرم الشيخ في نوفمبر 2022 والتي ركزت على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكل عام والأفريقية على وجه الخصوص. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته في دبي المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا. وخلال اللقاء أعرب الرئيس السيسي عن التقدير للشراكة المثمرة بين الجانبين، مؤكدا حرص مصر على استمرارها، وذلك بالنظر إلى ما توفره من مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار والآفاق الواسعة التي تتيحها. من جانبها أكدت كريستالينا جورجييفا التطلع المتبادل لصندوق النقد الدولي لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر ودعمه للإصلاحات الاقتصادية بها، مشيدة في هذا الصدد بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من مرونة وصمود في مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع في غزة. وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن اللقاء تناول استعراض أوجه العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي. انتهت في 7 صباح اليوم الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس بعدما لم يعلن أي من الجانبين عن اتفاق لتمديدها. هذا وقد ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت سلسلة غارات على جنوب قطاع غزة. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن 30 معتقلا فلسطينيا من بينهم 22 طفلا وثماني أسيرات من سجن عفر العسكري ومن معتقل المسكوبية في القدس المحتلة، وذلك ضمن الدفعة 7 من صفقة التبادل. وقبيل الإفراج عن المعتقلين اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحياء القريبة من سجن عفر العسكري وصولا إلى منطقة المدارس وسط بلدة بيتونيا. وعلى الجانب الآخر كانت حركة حماس قد سلمت في وقت سابق 8 محتجزين إسرائيليين خلال اليوم 7 لاتفاق الهدنة. استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في رام الله، وشهد اللقاء بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، حيث أكد عباس ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار الساري حاليا في قطاع غزة وتحقيق وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل. وأشار عباس إلى أهمية مضاعفة المواد الإغاثية والطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم أيضا ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها في علاج الآلاف من الجرحى. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إلى تسريع بناء التحصينات في القطاعات الرئيسية التي تتعرض لضغط من القوات الروسية خاصة في شرق البلاد،
جاء ذلك بعد جولة قام بها زيلنسكي إلى مواقع أوكرانية في منطقة الشمال الشرقي، وهي واحدة من عدة مناطق تحاول القوات الروسية تحقيق تقدم فيها مؤخرا واستعادة مناطق خسرتها لصالح القوات الأوكرانية قبل عام. وذكر زيلنسكي أن أحد الاجتماعات التي عقدها مع القادة تناولت التحصينات.